تكفون يا جماعه تمسكوا، ما حد معاي انا طالع كذا يعني اونس خوخ، كلهم مرضوا ورا بعض. ابى اخلي خوخ تزغرط اليوم. ركبه خشم في اذنك فلوس. خشم فلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أعزائي المشاهدين في برنامج مع خوخة. ما في مشكلة، فاصل يوري. حطينا استفسار في السناب شات والإنستغرام كالعادة، تابعوني يا جماعة ولا تتابعوا المستشارة عن إذا عندكم مشاكل نفسية وما إلى ذلك. فكان هنا كثير من الأسئلة وكان في سؤال مكرر بشكل عجيب، فبنحطه في الأخير عشان يعني كذا نفرد عضلاتنا على هذا السؤال. حلو؟ السؤال الأول يا جماعة، احنا قلنا استفسار إذا عندك مشكلة تروح تقول لي أعطيني موقف محرج مريت فيه يا أنت يا خوخ. وين المشكلة يا جماعة؟ هذه مشاكلنا احنا، قاعدين نعاني فيها. انا عندي موقف، فقول لي موقفك. عندك شيء؟ لا ما عندك شيء؟ لا يوم طحتي لا 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 خلاص كله عندهم ما طاحت ولا كذا مرة يا جماعة. المهم يمكنني انا قلتها موقف يوم يمكننا بالرياض بالصيدلية بالمستوصف. يوم قال لي عن بياناتك، قال لي عطني بيانات بنتك، يعني هنا يقول لي عطني بيانات بنتك. فقلت لها اي بنت؟ ما عندي. قال هذه مو بنتك. قلت له والله ابدا، هذه فيعني جرحني. هو مو احراج، جرح. هيك سلاسه انا ادري. السؤال الثاني، وش الحل مع النوم الملخبط؟ هذا سؤال عميق. ايه ما عندك روتين؟ نعم. لا ما عندنا روتين. بعدين لازم ينام بوقت صح ويتريض. رمضان طيب تبي والله كل الناس، والله شكلي انا اللي بجاوب. والله كل الناس عندها هلا الشغلات ذي لازم اعطيهم. نومك بيكون متلخبط لين عقب اسبوع من العيد، من الحين اقول لك شوال كله. لا تنسى اول يوم العيد الغيبوبه اللي المملكه العربيه السعوديه كلها والعالم العربي غيبوبه، ما يقومون الا مغرب ولا عشاء. بعدين يروح شهر شوال كله. لا شوال بعد اسبوع من شوال بيتعدل، من الحين اقول لك. ليش دوام؟ ما قصه دوام كذا، خلقه الله خلقنا كذا. انا من عرفت نفسي بشوال غيبوبه، بعدين اقعد 4-5 ايام بين اتحسن وصداع لا بس نصيحه، حاولوا من الحين مو تسحبوا النوم تلخبطوه لين يوم العيد. السؤال الثالث ونعم، في سائله اسمها ديليت، مشكلتي اني تخرجت وما عندي لا شغل ولا مشغله، دوروا لي عريس. لحظه الموضوع فيه اكثر من مشكله، فيه مصايب ورا بعض. الحين مكتب خطابه انت، هو اسمك هي المشكله اللي بتقوليها والحل اللي يعطيك اياه. حاطه ايموجي كذا، حاطه ايموجي سلم. ما ادري ايه هذا خلع العريس. ما ادري ما تاثير الصيام يا جماعه. طيب تاثير الصيام. تخرجت الحمد لله. نعم. فاضيه، عندك اشياء كثيره تسويها، اهداف كثيره ممكن تبنيها بحياتك. نعم. اذا انتظرتي بس هدف عريس اعطيتيه على نفسك، هذا هدف، هو هذا الهدف. ايوه. ما تدري يجي ما يجي، يضبط ما يضبط، يجيك عريس اي كلام. نعم إيه؟ استثمري في نفسك. صح. نعم. اعطي نفسك. والله استثمري في نفسك اهداف، والعرس لين طوري من مهاراتك لين يجيب لك. نعم. Yeah. تفضل انت المستشار. نعم. طوري من مهاراتك، تعلمي لغات، تسوي مثلا مشروع خاص لك، افكار، سوي اي شيء. نعم. في اشياء كثير ممكن تسويها. اصعدي الجبال، ما عندكم جبل على السطح. احلى شيء. الدور الاول الثاني. الرياضه. نعم. في سؤالين مكررات جنب بعض، كيف اتخلص من التوتر وعندي مشكله حاله نفسيه من التنمر، فكل الاثنين فيها توتر. واعتقد سوينا مقاطع كثيره عن التنمر. دائما نقول اللي هو accept yourself، اللي هو تصالح مع نفسك، تقبل نفسك. اذا واحد تنمر عليك بشيء معين، ابو جبهه مثلا زي انا ابو جبهه، اوكي نعم تبي اعلان، لازم يا يكون في رد يعني اقاوم فيه، او اني اتجاهله تماما مع ابتسامه ساخره. اهم شيء اني ما اعطيه رياكشن حزين او رياكشن غاضب. صح صح صح
روح علي كمل روح. انا صرت المستشار. روح روح كمل. لانه والله مشكله كبيره وعالميه وهنا يعانون منها والله، يدفعون ملايين الدولارات في السنه عشان هذا الموضوع. لعلمكم ترك ما في احد ما تعرض للتنمر. نعم. الكل يجي تنمر والله. بس الفرق الوحيد انه واحد يتاثر وواحد ما يتأثر. لا لا وعنده عنده كلنا نفسها. نتأثر كلنا نتأثر إلين نفهم إلين نستوعب إلين نقرأ إلين نشوف ناس مروا بحالات وكيف تعالجوا. فعشان كذا أنا أقول لكم حتتعرضوا للتنمر. في ناس ما تخاف الله، في ناس ما ترحم، في ناس مريضة. غالبا المتنمر يكون مريض. لا يعني مو إيه أقدر أقول لكم 100% عنده مشاكل فيفرغها للغير. أهم شيء لو تعطيه الرياكشن اللي هو يبيه فاز، وكذا بيهجم عليك مرة مرتين وثلاث. تقدر تعلم أولياء أمورك، الوالد الوالدة، المدرسة نفسها، تعلم من هو يعني السلطة العليا، الوكيل، المدير، المرشد. تقول أنا أبغى حل. لا تقعد تخاف لا متى تسير سنة طويلة والله منك مشوار أنت. بس بالأخير إحنا لازم نحل الموضوع بيننا وبالأمر. نعم. يعني مو بس راح نقول لا لازم تشوفوا لي حل. بعض الأحيان ترى تكون في مواقف بسيطة يعتبروها يعني عشان لأنها تحسست منها خلاص هذا تنمر. في إحنا في التنقيص، التنمر هو التنقيص واللي يجعلك الإهانة، هذا هو المضرة النفسية أو اللفظية أو حتى الجسدية. ممكن يكون فيها ضرب، ممكن فيها أذى في أغراضك يطيحوها. يعني في أذية ممكن الأشياء هذه تكون موجودة. بس في ناس يتحسسوا حسم حتى من الأشياء الصغيرة، يعني من الكلمة الصغيرة شيء فهمت غلط خلاص يصير تنمر. هذه وظيفة المدرسة، تخصص مصلح اجتماعي نفسي وتأبر، حتى لو صغيرة كبيرة يشوفها. صدق والله هذول اللي هم المستقبل. على الأيام لكم ما في ما في شيء الحين قضينا. هذه وظيفة كذا، وظيفة الأب والأم إنه يسمع العيال يا جماعة. والله يا جماعة ترى هم المستقبل، ترى إحنا بنكبر وبنشيخ بنضع، فهم اللي بيكونون القادة بإذن الله. عليكم السلام. وسؤال من جود، وش قصة الحب ذي الأيام ذا؟ جود يقول كيف أخلي أحد يقع بحبي؟ الله حبي نفسك. يعني كما قال الشاعر. أيه؟ أحسن إلى الناس استعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إنسانا. بس لحظة نعم. الحين نعم. تقول أحسن للناس إني أنا الإحسان للناس. الإحسان فيه عدة أوجه. أوكي ممكن. الإحسان اللي هو لطافة الكلام، لباقتك، أخلاقك، الدين قبل كل شيء، تخاف الله، ما تأخذ في أعراض الناس لا نميمة لا غيبة لا قالت فلانة وحصة وعلانة ومحمد ورشدي بأباظة. فنعم تفضل. عموما حبي نفسك يحبوك الناس. طاقة الحب اللي تعطيها نفسك يمكن تشوف نفسها بعدين تقول ما ادري. احلى شيء شوفي نفسك. نعم. حبي نفسك. نعم. هذا نعم يا جود تفضل. اي صح جاوبنا. وسؤال من هيون، واعتقد انها قاعدة تجاكرني، يقول لو سمحتي عندي سؤال، كيف اقدر اخلي زوجي يخلي بطاقته بجوالي؟ تعبت احاول معاه ما بحي، يقول تظرفيني. وهو صادق. خلينا على التحويل ابرك، وانا ابي لها الراحة. هذه ما صدقت. لا والله انها مسكينه. ليش احاسب ابل باي ببطاقته اسهل من التحويل؟ صح كل شوي. والله انها صادقه. والله يا هيون هذا حطها بذمتي برمضان. ما صدقك. شوف هذا المفروض كل واحد يعطي بطاقته لزوجته. هي تعرف شيء، تعرف الصح من الغلط. ايش انت خلاص تجيب والله واحد لازم. والله لا اقولها يا خوخه. وش والله لا اقولها. والله يا جماعه اكثر من 3 مرات ان الكريدت بالزيرو ونتحمل الغرامة حقتها. شوف هذه مشكلة ثانية. شفتوا كيف يا جماعة؟ لا هذه مشكلة ثانية. انت ليش ما تشيك؟ زين البنك صار يدفعنا على يقول انت تاخرت في السدد. اقول ما انا ما تعمل شو متاخرت وناظر الا الحساب بالسالب. طيب هذه مشكلة. ايه راحت. المفروض انت تعرف. انا اعرف. اي تعرف يعني تحط اكسترا زيادة. انت اللي تعرف. امسكي اغراضك ذي كل شو تحط الذنب علي؟ اي هذه مشكلة ثانية ما لها دخل. احنا الحين قاعدين نتكلم عن موضوع انها تاخذ الكريدت في جوالها. حسبي الله ونعم الوكيل. وفي سؤال نفسي وكذا غريب شوي. الله الله. يقول ليش نعطش في رمضان وفي الأشهر العادية ما نعطش؟ اي والله هذا سؤال والله. نفسي على فكرة يا انا على الكوكب اسمها كذا. بغير رمضان ما اشرب ولا كاسة موية، وفي رمضان ادور الموية. زين ما شاء الله. لا لحظة جد. كليتك طيب انا قاعد انصحك من اول نحو. لا الحمد لله اشرب موية بس يعني. هذا يا جماعة ترى السؤال نفسه. تفضل طال عمرك جاوب. الواحد لما يحس بحرمان من شيء محدد يبيه. نعم. خلاص هذا مو موجود لا انا احتاجه. كل ممنوع مرغوب. مرغوب. انا الحين بقول لكم لو واحد من الشباب معاه سيارة جاء خويه قال انتبه شارع الملك عبد الله هذا او شارع الملك فهد هذا كله فيه نقطة ساهر انتبه واصلا ما فيه. بيقعد وش بيسوي؟ شوي يقعد شوي لأنه أخذ المعلومة هذه.
فيوصل للاخير وما في الامور سلام، ما في شيء لا ساعد ولا شيء. نفس الشيء لانك تعرف ان رمضان ما تقدر تشرب فيه من شروق الشمس الى غروبه، تبدا تتحرص تبي تشرب بس لان كل ممنوع مرغوب. بس الحين لحظه، ايش دخل ساهر في المويه؟ شو دخلت الساهر في المويه؟ ساهر حاجه اجتماعيه ومويه حاجه فرديه، نفس الشيء ما ندخل. والله ما تنفع انت خلي الاجوبه عندي. صح، خلي الاجوبه عندي انا اجاوب وانت عندك الاسئله. انا على الكوكب حسبي الله ونعم الوكيل. والسؤال اللي هو اجتمعوا كثير على طرحها لكن بأساليب مختلفة، اللي هو ان الاهل ما يعطونا وجه، لا نفسياتنا في الدراسة ولا ضغوطات البيت ولا اي شيء. وفعلا والله ياهو تكرر بشكل كبير. شو اهلك ما يعطوك وجه؟ الا هذه ما ابغى اقول اسمها بس ار. طيب انت اعطي وجه لاهلك. تعطي وجه لاهلها؟ تسوي لهم؟ طيب تفضل. يعني انت روحي لهم، انت كلميهم قولي لهم، ترى الاهالي ما راح يجي يقولك الله يخليك قولي لنا وش اللي يصير معك الله يخليك، لا انت روحي عندهم قولي لهم ابي اسولف، ابي افضفض، احب اسولف معاكم، احب اسولف معك يما، احب اسولف معك يما، اخواني تعالوا نجلس سوا، احب جلستنا مع بعض، تعالوا نجتمع. انتوا خليكم انتوا المبادرين، يعني مو لازم ان احد يجي يدور عليكم ولا خلاص ما حد يحبكم، لا، يعني خاصة الشباب التينيجر. Yeah. فعلا اشوف انهم هم يروح البيت، لازم انتوا اللي تبادروا لهذا الشيء. يا سلام. هي المقصد ما ادري كذا غفيت، فالمبادرة صح؟ هذا اللي تقصدينه. يا سلام. ماذا لو عاد معتذرا؟ ما ادري فجأة طلع لي ذا، شلون طلع لي ذا؟ فرح. هذا يلا اخر سؤال، ماذا لو عاد معتذرا؟ والله انا قلتها لو في يعني ها غويشتين معاه، شنطة ديو، كل شيء، سيارة. والله اني ارضى بكي. لو عصيدة، لو صحن كبدة وفول، والله اني ارضى. ومسكها الباب عقب ما نخلص. هذا اللي تقول الدراما. عموما لا وشو؟ هو بعض الاشياء هذه ممكن افكر على حسب. انتبهوا يا جماعة، يعتمد. انتبهوا يعني في اشياء اقول لكم اوكي كلام، واشياء اقول لكم انحش. عموما شكرا لكم على حسن الاستماع، وان شاء الله يا رب انكم استفدتوا، وكان الله في عون الجميع. في نهاية هذا الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. في امان الله، فيديو جديد. باي. مش العائلة دي.